صاحب اللقطة المضيئة الوحيدة في هذه المباراة أو صاحب الهدف مصطفى سعد ميسي في لقاء خاص مع الزميل العزيز خالد رزق. نتابع بعد انتهاء المباراة. برحب بيك طبعا زميل العزيز احمد خيري. خلينا نرحب بواحد من نجوم فريق المنتخب المصري الاولمبي يعني مصطفى سعد ميسي. برحب بيك على تايم سبورتس. مباراة النهاردة كبيرة، منتخب كوت ديفوار المنتخبات الصعبة، منتخب قوي عنده امكانيات عالية، وزي ما انت قلت واحنا خارجين من الماتش منتخب ناشف في الملعب. كلمنا عن اجواء الماتش النهاردة والاستفادة منها. اولا برحب بيك وبكل الناس اللي في الاستوديو. الحمد لله والله تجربة قوية وفريق محترم، وقدرنا ان احنا نستفاد من الماتش بشكل كبير. الراجل اتكلم معانا كتير على الماتش وقد ايه الماتش كان صعب. الفريق ده كنا اتفرجنا عليه وهو بيلعب منتخب فرنسا معانا في البطولة، فريق قوي جدا وكانت تجربة قوية. يعني اكيد كان في يعني فكر ان يكون في مواجهه مع الارجنتين في الارجنتين، ولكن تم الاختيار لمنتخب كوت ديفوار. هل كنت تشعر ان تحتاجوا تلعبوا الارجنتين يكون منافسه اقوى بالنسبه لكم لاستعداد الاولمبياد؟ اكيد طبعا، مش عارف بس اكيد هم حاولوا يوفروا لنا اي فرق من فرق البطوله اللي معانا، بس اكيد هم ليهم ترتيبات تانية. والنهارده بنلعب منتخب قوي جدا، يعني تقريبا يعني ما يفرقش كتير عن منتخب فرنسا قبله في البطوله، منتخب الارجنتين منتخب قوي. يعني طبعا الاستعداد قبل الاولمبياد بتكون استعداد مهمه وصعبه. كوتش ميكال اتكلم معاكم في ايه؟ يعني انتوا كلاعبين النفسيه بينكم عامله ازاي؟ اكيد طبعا لازم يكون في تركيز كبير جدا واستعداد خاص، لان البطوله هتكون كبيره تواجه منتخبات قويه. اكيد طبعا، اكيد كل ما بنقرب اكتر التركيز بيزيد اكتر، وده تقريبا اخر معسكر قبل المعسكر بتاع البطوله، فاكيد كل اللعيبه مركزه. احنا دايما بنتكلم ان احنا بنخش كل معسكر مركزين فيه ان احنا نطلع باكبر استفاده، بنحاول نحقق كل اللي الراجل بيطلبه مننا في الملعب من تعليمات جوه الملعب، من شغل هو بيطلبه مننا بنحاول ان احنا يعني نحقق له دون، واحنا كلنا دايما ايد واحده في الملعب وبنحاول ان احنا ننفذ كلام الراجل، وعشان المحصلة في الآخر تبقى مكسب وصورة جيدة لنا كلنا. يعني لو احنا خارجين من الملعب، انت قلت لي ميكيلي كوتش كبير وعنده فكر جيد جدا، يعني بيساعد بشكل كبير اكبر، يعني نعرف برضو الجمهور على فكرة التعامل بين كوتش ميكيلي مع اللاعبين في المنتخب المصري والطموحات بقى بالتأكيد الجمهور مستنيك هنا. اكيد طبعا، كوتش كبير جدا ومحقق البطوله اللي احنا رايحين نلعبها دي قبل كده مع منتخب بلده، بيضيف لنا كلنا، عنده دايما افكار جديده، كل حاجه بيضيفها لنا بتساعدنا في الملعب، بيطور بيحاول يطور مننا كلنا، مش بس عشان البطوله اللي احنا رايحين نلعبها، عشان احنا كمان مستقبلا هو شايف فينا جيل قوي ولاعيبه تقدر ان هي توصل لابعد نقطه ممكنه في البطوله. يعني ميسي بشكرك جدا، ويعني مبروك طبعا الفوز النهارده، فوز ايجابي نفسيا، وطبعا يكون هناك مواجهه اخرى مع كوت ديفوار يوم 11، وتستعدوا جيدا للاولمبيات وان شاء الله تشرفونا ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا. يعني خيري، ده كان لقائي مع ميسي لاعب المنتخب المصري الاولمبي بعد انتهاء هذه المباراه والفوز بهدف مقابل لا شيء. نعود مره اخرى للاستوديو.